تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية. قضية اليوم المطروحة على مائدة النقاش تهم قطاعا كبيرا من العاملين في الدولة، ولعلها تتصل بالعاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام وفيما لم يرد به نص من القوانين الأخرى. قضية اليوم تناقش قانون العمل الجديد المنتظر أن يبدأ مجلس النواب خلال أيام في مناقشة هذا المشروع قانون الذي يتضمن مزايا جديدة للعاملين المذكورين في هذه الجهات الذي تحدثت عنهم قبل لحظات. ومن هذه المزايا أنه عدم تشغيل العامل سخرة طبقا لنص المادة الخامسة، أيضا كذلك منع أي إجراء من شأنه إحداث تفرقة أو تمييز بين العاملين. أيضا من بين المزايا التي أضافها ضرورة المساواة وعدم تمييز العمال على أي مستوى أو على أي تصنيف فيما بينهم، وأيضا عدم اعتبار الحماية أو التمييز الإيجابي الذي يقرر لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال وللمرأة لا يعتد به كتمييز، ولكن هو نظرا لهذه الظروف إذا كان فهمي لمسودة القانون صحيحة، وهذا ما سنؤكد عليه ضمن هذه الحلقة من خلال ضيوفنا الكرام سواء داخل الاستوديو أو خارج الاستوديو. فقط هذا الموضوع يهم بكل تأكيد قطاع كبير من المشاهدين من العاملين تحديدا. معنا على أي حال في الاستوديو ضيفان كريمان للرأي والتحليل، يشرفنا سيادة النائب عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برحب بك سيادة النائب. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. كما يشرفنا أيضا سيادة الأستاذ إيهاب عليان المستشار القانوني بوزارة القوى العاملة، برحب بك سيادة المستشار. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. واسمحوا لنا حضراتكم نشوف تقرير مبدئي حول موضوع الحلقة ثم نبدأ النقاش ونشوف مع حضراتكم هذا التقرير. بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة قانون العمل الجديد، القانون الذي يهم أكثر من 18 مليون عامل وينظم حقوق وواجبات العمال. وحرصت اللجنة على أن يكون مشروع القانون متكامل ومتوازن ويحقق مصلحة جميع الأطراف. من جانبها أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي أنها تسعى لإنجاز مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في أسرع وقت ممكن، نظرا لأهميته الكبيرة وأنه من الضروري إصداره خلال دور الانعقاد الثاني. وأشار المراغي إلى أن اللجنة ستجري حوارا موسعا حول القانون بعد دراسته من قبل أعضاء اللجنة، مضيفا أنها ستقوم بدعوة المختصين ومن لهم علاقة بهذا القانون للتعرف على رؤيتهم فيه. قانون العمل الجديد تضمنت مواده عددا كبيرا من المميزات التي ضمها القانون بين دفتيه، حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 94 والخاصة بفترات العمل وساعات الراحة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة. كما نص المشروع على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ويجوز بقرار الوزير المختص خفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات. وفي هذا الإطار وافقت لجنة القوى العاملة على المادتين 14 والخامسة عشر، كما قررت إعادة صياغة المادتين 18 والتاسعة عشر بمشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار رأي مجلس الدولة الذي أكد وجود شبهة عدم دستورية في المادتين. وحرص قانون العمل الجديد في أحد بنوده على محو شرط الإجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس 3 أشهر بأجر كامل بدلا من شهر بأجر كامل بالقانون القديم. كما تضمن القانون الجديد عددا من المواد والبنود المنظمة لإجازات العمال سواء السنوية أو العارضة أو المرضية أو إجازة أداء الامتحانات التعليمية.
بعد ما شفنا التقرير نبدأ النقاش على الفور ونبدأ مع سيادة النائب عبد الرازق الزنط. سيادة النائب، القانون فعلا في البرلمان الآن وصل وستبدأ مناقشته خلال أيام؟ تم مناقشته داخل لجنة القوى العاملة منذ الأمس. نعم، بدأ النقاش فيه منذ بدأ النقاش فيه ويمكن وصلنا إلى المادة 20. المادة 20. طيب أهمية هذا القانون في هذا التوقيت؟ هو حضرتك طبعا احنا انتهينا من قانون الخدمة المدنية اللي هو 81 لسنة 2016. أي. فكان من الضروري أن نجد يعني قانون عمل موحد للأطياف الأخرى اللي هي قطاع الأعمال، القطاع الخاص، القطاع العام. القطاع الخاص كان بينظمه القانون 159 لسنة 81. قطاع الأعمال كان بينظمه القانون 203 لسنة 91. عندنا القطاع العام القانون 48 لسنة 78. فلا بد أن تكون هناك مواد وبنود موحدة. طبعا يقصد بالقطاع الخاص، احنا أهم شيء بالنسبة لنا النهوض بالقطاع الخاص وتحصين العامل أو الموظف اللي بيعمل في القطاع الخاص، لأنه يعتبر هو أضعف شريحة بتتعامل في المجتمع بالمقارنة بالمنتمين إلى قطاع الأعمال أو قطاع العام. بنحاول نحصنه لأنه يعني ما عندهوش الضمانات الكافية. بالنسبة لقطاع الأعمال بتحكمه مواد معينة، في شؤون قانونية تدافع عن الموظف أو العامل، في حركات نقابية برضو منوط بها تدافع عن العامل أو الموظف، لكن القطاع الخاص يعتبر ليس له حامي أو ليس له مدافع. القطاع الأعمال والقطاع العام هذا القانون يطبق عليهم في حالة إذا لم تكن هناك مواد تتعلق بنفس الشيء. يعني تعتبر تطبق في حالة إذا كان ليس هناك نص يتعلق بالشيء الذي احنا بصدده. اما بالنسبه للقطاع الخاص ليس له قانون محدد، فاحنا مع العمال ومع تحصين العمال. هو الهدف حضرتك في القانون ان نحقق توازن، نحقق توازن في العمليه الانتاجيه، نحقق توازن في عمليه الاجور، نحصن العامل والموظف ضد اي ظلم او اي جور، بحيث يكون الجميع متراضين يعني وتتوافق الرؤى. جاء هذا القانون ليستكمل حزمه القوانين المتعلقه بجميع فئات العاملين بجميع فئات العمل عشان نكمل تبقى في توافق في الرؤى جميعا فيما يخص العمل والعمال. طيب ده هيخليني اسال الاستاذ ايهاب عليان المستشار القانوني بوزاره القوى العامله، هذه الحزمه من القوانين اللي بتنظم حياه العاملين على مختلف فئاتهم وطوائفهم فيها خيط عام، لا اقول مساواه كامله لانه بكل تاكيد كل بعض الجهات لها نظم تختلف عن الجهات الاخرى، لكن فيها خيط عام من التكافؤ والمساواه في الحقوق والواجبات والالتزامات والمساءلات وخلافه. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه هو قولا واحدا نعم، قولا واحدا نعم. القانون قانون العمل باعتباره الشريعة العامة لكافة علاقات العمل يعتبر هو المظلة التي يجب أن يستظل بها كافة العاملين، وبيستمد قوته من قيمة العمل للإنسان وقيمة العمل في المجتمع، وبيستمد قوته أيضا من قيمة العمل الذي رسخه الدستور مادة 13 والمادة 12 وأكثر من 50 مادة في الدستور تتكلم عن العمل بطريقة غير مباشرة، وخمس مواد تتكلم عن العمل بطريقة مباشرة. بالنسبة لقطاع الأعمال العام والقطاع العام بتنظم علاقة العمل فيها لوائح خاصة، لكن فيما لم يرد به نص زي ما سعادتك لسه قايل، فيما لم يرد به نص في هذه اللوائح يعتبر قانون العمل هو الواجب التطبيق. بالإضافة إن قانون العمل هو القانون الذي يمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، بمعنى أن أي تشريع عمل يخص فئة من فئات العمال وأي لائحة بتنظم علاقة عمل يجب أن تلتزم بالحد الأدنى لحقوق العمال اللي موجود في قانون العمل. ممكن تزيد وتديله ميزة أفضل للعامل، لكن أقل من الموجود في قانون العمل ما ينفعش. الكلام ده كله بينطبق على الفئات اللي قلناها، لكن العاملين المدنيين بالدولة والجهاز الإداري والوحدات الحكم المحلي لا تنطبق عليهم أحكام قانون العمل إلا في حدود. إيه هي الحدود؟ أول حاجة إذا رادت الدولة أنها تدخل في علاقة عمل فردية مع عامل، زي مثلا مشروعات معينة زي المرفق النقل الداخلي، زي تعاقد معين مع المدرسين في أوقات معينة، بيبقى عقد العمل بينص فيه كده أن يكون عقد العمل يخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم كذا لسنة كذا، رغم أن الجهة مش مطبق عليها القانون. بالضبط يا فندم، فدي بعض الحالات الاستثنائية بتلجأ فيها الدولة أحيانا لعلاقة عمل فردية في علاقة في قانون العمل، بالإضافة لفصل أو باب أو كتاب كامل في قانون العمل اسمه السلامة والصحة المهنية، ده بينطبق على كافة العاملين في الدولة سواء
عاملين مدنيين أو حكم محلي، كافة المنشآت، لأن ده متعلق بسلامة العامل نفسه وصحته مهنية. طيب خلينا نعود لسيادة النائب، هو القانون جالكم من وزارة القوى العاملة؟ جانا من وزارة القوى العاملة. نعم، هي بالأساس وضعت اللمسات الأساسية فيه ثم رجعته الحكومة. رجعته مجلس الدولة. الحكومة أولاً. الحكومة أولاً وأرسل إلى مجلس الدولة. أي. وهناك بعض الاعتراضات أو التحفظات من مجلس الدولة على بعض المواد برضو تم إرسالها لنا. في البرلمان. في اللجنة. لجنة القوى العاملة. وأنتوا بتلتزموا بالتحفظات دي ولا ممكن؟ لا إحنا بندرس، إحنا في اللجنة حضرتك من حق اللجنة أنها تحذف وتضيف وتعدل طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. لكن استكمالاً للسؤال حضرتك اللي طرحته، مش هو برضو مجلس الدولة عنده رأي قانوني من الممكن مادة كده يبقى فيها حاجة عدم دستورية أو غير قانونية فهو أو غير متوافقة مع بعض القوانين فأنتوا لازم تلتزموا بيه؟ هو الرأي القانوني والصياغة التشريعية طبعاً مجلس الدولة يبعتهالنا. آه. لابد أن نقف وقف أمام هذا. آه. لكن حضرتك هناك يعني قاعدة قانونية أنه مجلس الدولة يفرض سيطرته حال عرض القانون عليه، لكن إذا كان هناك مادة نص صريح يحتاج إلى تدخل فلنتوافق معه، دي ناحية قانونية. ولا تفكرني بمقولة إن البرلمان سيد قرار أو المجلس سيد قرار. لا هو يعني هو مجلس، هو مجلس مع كل احترام لجميع المؤسسات، مجلس الدولة سيد قرار والقانون عنده، ولما يجي لكم بقيتوا انتوا سيد القرار. احنا هو جاب الملحوظات حضرتك، لكن لابد أن نتوافق أمام أي نص يخالف القانون. هو استكمال للنقطة حضرتك بيكتب لك هو ساعتها ان ده مخالف للقانون فبتلتزم انت مسودة. فانت بتلتزم بنلتزم انما لو مش مخالف القانون لك حامش حرية. لا لو مش مخالف القانون الا انا يعني في التعديل في تلطيف المواقف كده فهمنا بقى كده بدأنا نفهم. لكن استكمالا لحضرتك فضل. لماذا قانون العمل الموحد الان؟ يعني ربما يتساءل السادة المشاهدين ليه هذا القانون في هذا التوقيت بالذات؟ ايوه اتفضل. فلسفة هذا القانون ان احنا اصرينا على ان يجينا من الحكومة في هذا التوقيت، اولا معالجه السلبيات التي اسفر عنها التطبيق العملي للقوانين الحاليه. كل في قوانين فيها عوار وفي قوانين متعارضه مع بعضها البعض الاخر. احنا ده قانون العمل الموحد. بعد كده حضرتك مسايره التطور والحداثه في ميدان العمل. لا استنى بس افهم. يعني ده هيبقى اسمه قانون العمل الموحد؟ اسمه قانون العمل الموحد ده. اللي احنا بنناقشه في الحلقه دي. قانون العمل الموحد موحد على الفئات المختصه بيها، على الفئات المختصه بيها. في غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بالظبط. ففي سلبيات حضرتك، في مواد متعارضه مع بعضها البعض الاخر، في العلاوات، في الترقيات، في التنقلات، وفي مقوله حضرتك اداريه. طب انت قلت لي سيادتك انه بيعالج السلبيات اللي في القوانين الاخرى، طب هو ايه علاقته بالقوانين الاخرى؟ ده هيطبق على في القوانين الاخرى اللي تم اقرارها ولا القوانين الاخرى اللي على الفئات دي؟ اللي على الفئات دي. كده يعني زي قانون 159 بتاع القطاع الخاص. كده ماشي. قانون قطاع الاعمال، قانون القطاع العام. اتفضل. وطبعا ما زلنا بنؤكد انه المواد دي تطبق على البنود التي ليس لها نص في القوانين الاخرى ولا يتعارض معها. فاحنا بنعالج السلبيات حضرتك، مسيرة التطور العملي اللي احنا فيه والحداثة اللي احنا فيها في العالم. العالم أصبح قرية صغيرة. نعم. في ظل العولمة وفي ظل الانتشار التكنولوجيا الحديثة كل يوم بتضيق القرية دي وتصغر قوي. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به، معالجة الطعون بعدم دستورية بعض القوانين أو عدد من المواد، معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات. دي هترجعنا حضرتك ان احنا عرفنا المصطلحات، تعريف العامل ايه، المكافأة ايه، الأجر الإضافي ايه، الأجر المتغير ايه، الأجر الأساسي ايه، علاقة صاحب العمل، المكافأة، الوهبة. يعني ربما يتساءل السادة المشاهدين يعني كلمة الوهبة ازاي تدرج في القانون زي ده؟ مش الوهبة دي هي دي دي دي, دي عنوان لطيف للرشوة والإكرامية؟ لا مش الرشوة حضرتك، في للإكرامية مش هو كده. لا هو يعني على سبيل هنفهم سيادتك. يا فندم هو يمكن انا يحضرني التعريف بتاع الوهبة. احنا في لك احنا ادينا اي وهبه بيه كده يعني كشاي بتاعنا. يعني سعادتك شيء مش هو ده المقصود بيها؟ الوهبه اللي هي يعني شيء هبه يعطى للعامل خلاص بعيدا عن الاجر المستحق. ده من يعني من صاحب العمل ولا من المتعامل؟ لا من العملاء. من العملاء. ايوه دي فقوة. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال في الفندق، بعض العاملين في الفنادق، بعض العاملين في بعض المنتجعات بياخد حاجه معينه، احنا بنحصن العامل من محاسبه صاحب العمل له. يعني معروف كويس ومتعارف كويس على شيء بس معين هتقننها يعني. بس ما هو ممكن صاحب العمل يعتبرها رشوة، يعتبرها خيانة بالنسبة له، يعتبرها حاجات لا كتير. والله هو ايه في بعض المصالح يعني منشآت معينة بتجمع الحاجات دي في صندوق معين وبيتم توزيعها على بعض العمال بطريقة معينة وبأنصبة معينة حضرتك.
فاحنا عرفنا كل الحاجات دي حضرتك عشان تبقى فيها شيء من ايه، من عدم الجور او عدم الظلم. يعني مثلا عندنا مقابل الوهبه، هو المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل اذا جرت العاده بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحه المنشاه، اللي هي بشرحه لحضرتك والساده المشاهدين في بعض المنشآت. يعني انا رايح اقدم لابني في جامعه خاصه، قابلني حد كده اديته 50 جنيه ولا 100 جنيه، لا لا لا، صاحب الجامعه ورئيس الجامعه، لا مش المنشآت دي، لا هيرفض الموظف على طول. لا دي منشآت سياحيه، اتفضل. بواخر عائمه، فنادق متعارف عليها شيء معين. طيب هو ربما يتساءل سائل، طب ليه احنا ركزنا على توصيف هذا الموضوع ده في القانون؟ عشان ما نجعلش العامل فريسه لمحاسبه رئيس العمل. خاصه في المهن اللي هي تتعلق بهذه الجزئيه. طيب تفضل يا سياده المستشار القانوني، يعني الموضوع الوهبه ده مش حاسس انه ممكن يلاقي لغط شويه او عدم استقبال بشكل طيب في المتابعين للشان ده؟ يعني هو لو فصلنا شويه ممكن يكون العكس تمام. اتفضل. بمعنى ان القانون الحالي 12 لسنه 2003 لما جه يعرف الاجر عرف او اتكلم عن بعض عناصر الاجر ومنها الوهبه، يعني مش الموضوع مش جديد على العامل يعني، لكن خلط بين الوهبه وبين مقابل الخدمه في المنشات السياحيه. المنشات السياحيه عاده بيبقى في مقابل خدمه بيضاف على الفاتوره، ده معروف ده مقابل خدمه. في المشروع الحالي فرق بين الاثنين علشان امتى مقابل الخدمه يدخل ضمن عناصر اجر العامل وامتى ما يدخلش، وامتى الوهبه تدخل ضمن عناصر اجر العامل وامتى ما تدخلش. يعني كان اللغط اللي كان سائر في ظل القانون الحالي ان هو خلى الاثنين واحد، في حين ان المنشآت السياحيه والفندقيه نسبه ال 12% زي ما بيقولوا عليها، النسبه دي تعتبر بتتحط على الفاتوره. بس بيتهيألي ما دام هتنزل في القانون بعض العمال ضعاف النفوس هيتمسكوا بيها يقولوا فين وهبتي؟ عشان كده ده اللي هيحصل. لا هو تعريف عمال اجباري، ما دام هي في القانون لك ده في القانون ده حقي. عشان كده فرقنا بين الاجر الاساسي والاجر المتغير. يعني لما قلنا مثلا الاجر قلنا ان في اجر اساسي اللي موجود في عقد العمل وما يضاف اليه من علاوات، واجر متغير وعددنا بقى الوهبه مقابل الخدمه نصيب العامل في الارباح، كل الحاجات دي تختلف. طيب. من عامل لعامل. هو بعد اذن سعادتك، هو توصيفها احنا عرفناها من ضمن المعايير والتعريفات مش تاكيد لانه يستحق هذه الوهبه، ولكن توصيفا لها انه دي تختلف عن مقابل الخدمه. مقابل الخدمه بيضاف لفاتوره، وهذه الفاتوره ومقابل الخدمة بيصدر بقرار من الوزير المختص الإضافة بتاعت مقابل الخدمة. أما الوهبة ده شيء ذاتي بيصدر من الشخص نفسه، لقاء ود أو لقاء تقدير للعامل أو اللي بيعمل في المنشأة السياحية أو الفندق. طيب يا رب ما تكونش مسار لغط كثير من المتابعين. والله لسه برضو إيه حضرتك، احنا هنحاول برضو إيه القانون جلسات استماع وحوار مجتمعي واستدعاء لجميع شرائح المجتمع، وبرضو كل من يدلي بدلوه سوف ننقح القانون. إنما عادة أول ما بنتكلم على القطاع الخاص اللي هو أكثر حد مخاطب بهذا القانون، لأنه سيادتك تفضلت وكما هو معلوم المشاهد يعلم أن العاملين في قطاع الأعمال العام والجهات الأخرى لديهم نصوص فيها قدر كبير من الحماية. هدف العاملين في القطاع الخاص هو الاستقرار الوظيفي. هل هذا القانون قولا واحدا يا سياده المستشار، وانت يعني عجبني احب انا الاجابات الصريحه القاطعه المحدده غير الدبلوماسيه، هيحقق ده؟ قولا واحدا نعم ان شاء الله. هيحقق الاستقرار للعامل في القطاع الخاص، احنا ما يروحش يشتغل في جامعه خاصه ياخد موسم ويمشوه، او يشتغل في شركه ياخدوه 6 أشهر ويمشوه بالظبط، وخلافه ويمشوه وهكذا. ليه بقول كده؟ مع ان الشركه تبقى شغاله والجامعه شغاله وزي الفل، لكن هو ما يحبش عشان يستقطب ناس جديده ويديهم اجور ضعيفه دايما 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 اجور ضعيفه وهكذا. تمام. زي ما سياده النائب قال ان القانون الحالي بيعالج سلبيات كتيره كنا واعين فيها في ظل القانون، اقصد المشروع بيعالج سلبيات شفناها في القانون الحالي. أيوة. وابرز هذه السلبيات اللي سيادتك لسه قايله موضوع الامان الوظيفي. ايوه الامان الوظيفي للعامل ده يعني اهم شيء يملكه العامل اجره وعمله، يعني قيمه العمل زي ما قلنا من شويه هي افضل قيمه للانسان. يعني المشروع ركز على 3 حاجات للامان الوظيفي. اول حاجه حظر الفصل التعسفي، وكان ده ترديد لحكم الماده 13 من الدستور، لما حظرت فصل العامل فصلا تعسفيا كان يجب على المشروع ان ينظم هذا الحظر. القانون الحالي في الماده 69، ويعني انا هوضح الحته دي باسهاب علشان بس ما تعملش لبسه عند الناس، الماده 69 في القانون الحالي قالت انه يكون فصل العامل
من خلال المحكمة العمالية المختصة إذا ارتكب خطأ جسيم ومن الأخطاء الجسيمة، وحددت بعض الأخطاء الجسيمة التي يجوز فصل العامل فيها. وفي دوائر معينة خصوصا في المحاكم حضرتك. لكن هذا الفصل يكون وفقا للمادة 68 اللي فوقها على طول من خلال المحكمة العمالية المختصة. بس يتهيألي ما أنا هرجع لسيادتك بس عشان معنا ضيف على التليفون، بس يتهيألي لازم يجرم الأول أنه ساعة تعيين العامل بيمضوا على استمارتين، استمارة التعيين واستمارة الاستقالة، تالي لازم تجرم دي في نص القانون لما هرجع أخذ رأي حضرتك. استمر لأنه هو هيروح للمحكمة يقول لك ما هو المقدم استقالته، هو كان ساعة استلام الوظيفة أجبروه أنه يكتبها علشان يتعين في الوظيفة. طيب احنا معانا ضيف كريم على الهاتف، الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار. مرحبا بك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. تحياتي سلام مشاري. اهلا بحضرتك يا دكتور هشام بيه. كيف استقبلت انباء الخاصه ببدء مجلس النواب في مناقشه قانون العمل الجديد؟ بالتاكيد خطوه مهمه للغايه، لانه الحقيقه مش عايزين نفصل فيما بين تشريعات المجموعه الاقتصاديه. الحقيقه احنا عندنا عدد من التشريعات الاقتصاديه اللي بتهيئ مناخ الاستثمار، مش بس قانون وحده اللي الحقيقه هو اللي واخد الزخم الاكبر، لكن بالتاكيد قانون العمل، القانون الموحد للشركات الحقيقه كمان مهم انه يكون فيه خطوات سريعه، القانون التامينات، قانون الافلاس، كل دي حزمه التشريعات الاقتصاديه اللي مكتمله هي اللي هتشجع وتهيئ مناخ الاستثمار. وبالتالي قانون العمل الجديد مساله انه يتم بالتوازي مع قانون الاستثمار وقانون الافلاس بالتاكيد مساله مهمه للغايه. اتصور انه لو تم انجاز حزمه هذه التشريعات في البرلمان الحالي في الدوله الحاليه، اتصور هيكون انجاز طيب للغايه للبرلمان، لمجلس النواب وايضا للحكومه. ما يتعلق بقانون العمل برضه اللي بنقوله دايما على قانون الاستثمار، هنقوله على قانون العمل، ليس بالتشريع وحده بتستقيم الامور. بالتالي مهم جدا انه كمان الخطوه اللي اتحركت فيها وزير الاستثمار الدكتور ده صاحب ناصر، انه مهم كمان وهو مجلس النواب بيناقش قانون العمل الجديد، مهم قوي انه الحكومه تكون بتتحرك في اعداد اللائحه التنفيذيه، لانه الحقيقه كنا شفنا على مدار سنوات طويله انه القانون بيصدر في شكل ودايما اللائحه التنفيذيه اللي بتكون بعيده عن مجلس النواب الحقيقه بيغيب عنها الفلسفه الاصليه للقانون. دي كمان مسألة مهمة انه مجلس النواب يكون على علم بيها والحقيقة يتابع بشكل جيد مع الحكومة، انه هم بيناقشوا قانون العمل، مهم انه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وان كان طبعا هيكون مسودة مبدئية خالص، لانه مؤكد قد يتم اجراء تعديلات هامة داخل مجلس النواب، لكن مهم انه يكون في بالتوازي مع القانون يكون اللائحة التنفيذية. المسألة الثانية ما نهتمش فقط بالبنية التشريعية، لانه بالتأكيد كمان البنية التنظيمية يعني مكاتب العمل تفضل يا دكتور هشام معاك. الو. المساله الاكثر من القانون هو الفلسفه او الثقافه نفسها المؤيده بخلق مناخ صحي للمؤسسات. يعني هو الهدف الاساسي من قانون العمل مش بس وضع خطوط تماس فيما بين صاحب العمل والعامل، لكن الاكثر اهميه انه كيف انه كلا الطرفين يجمع على هدف واحد، انه تعظيم المنشاه مش صراع محتدم ما بين طرفين يتنافس كل منهما على هدم الكيان اللي بيضمه. فدي مساله مهمه جدا، الثقافه الى اي مدى انه القانون بيرسخ فكره انه الهدف الاساسي للطرفين، طرفي المعادله صاحب العمل والمعادله، بيعملها معا على تقويه المؤسسه وزياده دورها في المجتمع، مش بس الدور الاقتصادي لكن كمان الاكثر اهميه هو المسؤوليه الاجتماعيه للمنشات المختلفه. دكتور هشام، رجال الاعمال والمستثمرون، حضرتك استاذ التمويل والاستثمار، فيهم ناس بلا شك محترمون ورائعون وفوق الوصف في الحفاظ على العمال وعلى المهنه وعلى العمل وخلافه، انما في برضه قدر منهم مش قليل بيبقى هدفه تعظيم مكاسبه بغض النظر عن أي حقوق للعمال وأي مكتسبات للعمال، وبطرق مختلفة بيقدر يحقق ده. هل القانون الجديد أو إزاي القانون الجديد يقدر يوطأ مسؤولية حقيقية على أمثال هؤلاء في حماية العمال وحقوقهم؟ بالتأكيد المسألة دي سهلة في صياغة القانون، لكن كمان انه مش بس بالمواد اللي هيتضمنها القانون، لكن كمان مساله انه يكون القانون واللائحه التنفيذيه بيعطوا دور مهام للقائمين على تنفيذ هذا القانون وعلى وجه التحديد مكاتب العمل، مش بس النصوص
ولكن الأقصى الأهمية هو حالة العمل نفسها، يعني الأمان الوظيفي الحقيقة في خلل بين فيما يتعلق به مثلا بند الوجوه، انه ما زلنا معظم المؤسسات بتسير على انه التامينات هو الجزء الاقل، فاحنا بنصدد مشاكل او قنبله موقوته بتنفجر بعد خروج العاملين على سن التقاعد، انه بيصبح الحقيقه يمد يده للجميع لانه المعاش ضعيف لغايه. مساله قانون التامينات كمان بالتاكيد تعالج مع هذا الامر، لكن ما زال للاسف الشديد في خروقات عنيفه في تطبيق هذا القانون في القطاع الخاص، وبالتالي مهم جدا انه قانون العمل كمان ينص صراحه عليه، مش بس انه بيئه العمل تكون صالحه اثناء ما هو بيؤدي العمل العامل تحديدا، لكن كمان في مرحله ما بعد خروجه للتقاعد انه قانون العمل يكون بيضع نصب عينه انه حاله العامل مش بس وهو موجود في مكان العمل، لكن كمان انه هيظل الامتداد قائم فيما بين العامل اللي بيتقاعد على المعاش والمؤسسة اللي هو بالتأكيد عمل فيها، وبالتأكيد أيضا يجب أن يظل ينتمي إليها. الحقيقة دي مسألة مهمة للغاية، ظروف العمل الحقيقة كمان مهم أنه القانون يعطيها مزيد من الاهتمام. نعم. ظروف العمل مش نعم. الظروف اللي احنا اعتدنا عليها التقليدية، لكن ظروف نعم. العمل اللي موجودة في العالم كله، يعني الحقيقة احنا برضو نعم. بنشوف دايما أنه القانون بينص بقى على ساعات العمل، المناخ وما إلى ذلك، لكن الحقيقة في تكنولوجيا حديث بيطبق في العالم كله يقدر يحدد إلى أي مدى ظروف العمل بتساعد المواطن مش بس الحالة الصحية لكن كمان الحالة المعنوية. أشكر سيادتك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، ونشوف مع حضراتكم تقريرا خارجيا عن ذات الموضوع، ثم أعود إلى ضيفي داخل الاستوديو عشان نستكمل النقاش حول موضوع حلقة اليوم. نشوف التقرير. قانون العمل الجديد الذي تجرى مناقشته بمجلس النواب بدت بعض ملامحه للعيان، فكانت بعض الكيانات العمالية ذكرت مميزات للقانون منها المحاكم العمالية وسرعة التقاضي وزيادة حق المرأة في إجازة وضع 3 مرات بدلا من 2، وزيادة نسخ عقد العمل بـ4 بدلا من 3، فيما رأى البعض الآخر أن القانون لم يضع حدا أدنى للأجر الشامل على العامل، إضافة إلى أن عقد العمل محدد المدة، ما يساعد صاحب العمل في التخلي عن التزاماته تجاه العامل. في قلب العمل وبالذات القطاع الخاص في فوضى جامدة بالنسبة لأن العامل ما بيقبش في أمان، ها، وتاني حاجة ما بيقدرش يحصل على حقوقه، وتالت حاجة لو حصل منازعات للأسف الشديد الحكومة مش بتحل. رأى آخرون أن المشرع جعل الإضراب بموافقة 30% من إجمالي العاملين بالمنشأة وتحديد بداية ونهاية الإضراب ما يترتب عليه وقف التزامات صاحب العمل من أجور واستحقاقات تأمينية عن فترة الإضراب. بالنسبة للقطاع الخاص مش عايز صاحب قطاع الخاص يتحكم في العامل، من نال التعسف اللي كان زمان ده يتلغي ويأمن على العمال. ومن بين بنود مشروع القانون أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. أمال وأحلام يعلقها العامل المصري على قانون العمل الجديد متسائلا عن مدى قدرة القانون المطروح على تلبية حقوقه وحفظها، إلى جانب أيضا تحقيق الاستقرار بينه وبين صاحب العمل، تساؤلات تجيب عنها الأيام القادمة. لبرنامج قضايا تشريعية، رمضان المطعني النيل. شكرا لك رمضان، وهو رمضان لمس اللي احنا كنا بنتكلم فيه في تقريره. اعود لك في عجالة سيادة المستشار إيهاب عليان، هضيف بس كمان لحكاية استمارة التعيين واستمارة الاستقالة. دي كانت رقم 3 حضرتك جبتها كده حرقتها عليا. وكمان احيانا يستغنوا عن العامل في القطاع الخاص، ياخدوه شباب زي الوردة كده وبتاع وبيجروا بيتنطط اول ما يوصل 40 45 يقولوا له شكرا باي حيل بقى، ويقولوا له هيروح يشتغل فين بعد 40 و45 و50 سنه. اتفضل يا سياده المستشار. كنت عايز اقول في قصه الامان الوظيفي ان احنا راعينا 3 حاجات. اول حاجه اتكلمت او عايز اتكلم عنها موضوع ان ما ينفعش فصل العامل فصل تعسفي، وفرقنا بين فصل العامل وبين انهاء علاقه العمل، فرقنا بينها في النصوص. فصل العامل ما ينفعش يكون في سلطه صاحب العمل، يعني وان كان في كلام مجلس الدوله وردنا عليه ان ده صاحب الملك في ملكه ومن حقه ان هو يدير منشاته كيفما شاء،
لكن ما ينساش ان في علاقه عمل وفي عقد عمل والعقد شريعه المتعاقدين، وفي جهه ثالثه لازم تكون بتراقب بالعقد ده وهي الوسيط بقى. يعني احنا ارتضينا علاقه عمل، لازم في جهه ثالثه معانا، الجهه الاداريه اللي سمحت لصاحب العمل ده ينشئ مؤسسته وياخد تراخيصها ويبيع في السوق، مش كده برضو ولا ايه؟ بالظبط. اتفضل فندم. ففصل العامل يجب ان يكون من خلال او بسلطه المحكمه العماليه المتخصصه او المختصه، وده مش مستحدث زي ما البعض قال ده نص جديد، لا ده مش جديد، ده موجود في قانون العمل الحالي وحافظنا عليه، لكن حددنا الحالات التي يجوز فيها فصل العامل، وقلنا امتى صاحب العمل يروح يفصل العامل من خلال المحكمه، وامتى صاحب العمل يقدر ينهي علاقه العمل، وامتى العامل يقدر ينهي علاقه العمل. لان عقد العمل بطبيعته ما ينفعش يكون مؤبد، يعني علاقة العمل بطبيعتها غير مؤبدة. العامل بعد فترة معينة شايف ان هو خبرته بقت زيادة والمرتب اللي بياخده غير متكافئ مع خبراته وعايز ينتقل الى عمل افضل او يتفاوض مع صاحب العمل لزيادة مرتبه، من حقه، فادينا له في هذا القانون او في القانون الحالي منحة ان هو يقدر يخطر صاحب العمل. ادي الحق ده للعامل لانه هو الضعيف، انما في ذات الوقت ما اديش حق الفصل كده عمال على بطال لصاحب بالزبط. العمل هو القوي. تمام، مش كده ولا ايه؟ حق الفصل ما ينفعش يكون في ايد صاحب العمل، لكن يقدر ينهي عقد العمل، لان العقد زي ما قلت لسيادتك شريعه متعاقدين. ماشي، اذا ينهيه في حاله ما انتهاء مدته، لو انتهاء كان مدته او لو كان عقد غير محدد المده ينهيه باختار العامل قبلها بشهرين اذا كان محدد، 3 شهور اذا كان غير محدد، والعامل بيحاول يحصل على فرصه عمل افضل. طيب معلش، من ضمن البنود حضرتك لا انا عايز اعرف من سيادتك اهم المزايا اللي اضافها هذا القانون كما تابعتها حضرتك في اللجنه وكما قريتها في المشروع القانوني اللي بين ايديك. امتدادا لهذه النقطه بتاعت فصل العامل حضرتك، إذا تقرر من صاحب العمل أنه في فصل العمل لابد أن يبعت له إخطار، وإخطار للجهة الإدارية التابع لها. حصلنا العامل في حاجتين، أثناء إرسال الإخطار لا يتم فصله. لو كان العامل في أجازة مرضية أو أجازة اعتيادية لا يعتد بهذا الإخطار إلا في اليوم التالي لانقضاء الأجازة. العامل إذا كانت له مستحقات عند صاحب العمل في حالة فصله أو الاستغناء عنه، دفع العقود غير محددة المدة، تقول المديونية على صاحب المنشأة، وفي حالة إذا أفلس أو أغلق المنشأة أو يعني توفاه الله تقول إلى الورثة بتاعته أن المستحقات تبقى في رقبة هؤلاء الورثة. يعني بنحاول نحصن العامل ونميل إلى تحصين العامل اللي بيعمل في القطاع الخاص، لأنه اللي بيعمل في قطاع الأعمال واللي بيعمل في القطاع العام له معطيات معينة وحماية عن طريق الشؤون القانونية، الشؤون الإدارية، التفتيش المالي والإداري، الحركة النقابية التابعة لها. إنما الموظفين والعمال الغلابة اللي في القطاع الخاص اللي ليس لهم يعني مدافع يدافع عن حقوقهم سوى قانون زي هذا يحصن هؤلاء العمال ويوصلهم إلى مرحلة الأمان الوظيفي والأمان المادي. طيب ما هو صاحب العمل برضو دلوقتي اللي شايفنا يقول لك أنتوا هتخلوا العمال اللي ما يشتغلوش بقى ويلعبوا، أنا آسف يعني في التعبير، ويلعبوا ما يشتغلوش. لا احنا بنحقق توازن. هنرد عليه نقول له إيه؟ لا احنا تحقيق توازن بين صاحب العمل وبين العامل والموظف. أيهما أضعف حضرتك؟ العامل. العامل قطعا. طبعا العامل أضعف من صاحب العمل، لأن قطعا صاحب العمل لديه من المقومات ولديه من الملكات انه يبقى في مرحله قوه او في مرحله استغناء. اما العامل ليس له يعني حول ولا قوه سوى ان تكون هناك مواد او لوائح منظمه تحميه وتحصنه من اي جور او من اي ظلم من اي احد. طب حكايه انه ياخده شباب ويرميه كهلا دي انت حضرتك كنت بتكررها معايا دلوقتي، دي ملهاش مخرج؟ لا، هو الاستغناء عنه في حاله اذا كان هنا اتفاق على عقد عمل محدد المده، طبعا ده صاحب العمل من حقه ان هو يستغنى عنه. اما اذا كان عقد العمل غير محدد المده، في لجان حضرتك، لجان في وزاره القوى العامله اللي هي عندكم معالي المستشار، لجان فض النزاعات بمدير المديريه لفض النزاع، لفض النزاع حضرتك، ما وصلوش الى هذه المرحله، بيصعدوها الى لجان اخرى تتبع وزارات زي مثلا حد من وزاره العدل، ما وصلوش لمرحله التوافق بيروح محاكم مختصه، وفي ماده من المواد أفردت مادة معينة أنه داخل المحاكم الابتدائية أن تكون هناك محاكم للفصل بين القضايا العمالية. طبعا سيادة المستشار، إذا كان نشاط الشركة أو المؤسسة ما زال مستمر وأخذت العامل شابا وأول ما يوصل لسن النضج 40 سنة أو الكهولة من 50 وانت طالع، يعني يبدأ يروح جاي إيه، يقول له لا شكرا كتر خيرك وقعد في البيت، ويجيب واحد بأجره قليل، طب هو ليه ياخده شباب ويرميه وهو يعني في عز الحاجه العمل؟ ومين اللي هياخد واحد عنده 40 45 50 سنه يشغله من جديد؟ فين الحمايه هنا؟ تمام،
هو مبدئيا نسبة تحقق هذا الفرض ضئيلة جدا، لأن صاحب العمل الجاد اللي هو بيحافظ على منشأته وعايز إنتاج وعايز برضو ربح، والربح ده هدف مشروع، مش هيتخلى عن العامل اللي هو وصل لمرحلة معينة من الخبرة والاستقرار وفهموا بعض وعارفين بعض. فالفرض ده وارد الحدوث، لكن اللي بيشوفونا دلوقتي هيقول لك ده مش فرض، هيقول لك ده واقع. اللي بيشوفونا دلوقتي ده مش فرض، اذا كان ده واقع، اذا كان ده واقع، فالامر بيعالج من ناحيه ان المشروع حط حاجتين. اذا كان العقد محدد المده وصاحب العمل اللي هينهيه بعد مرور مثلا 6 سنوات من العقد، بيدي العامل تعويض قانوني ما يشيل جبال القضاء، اجر شهر عن كل سنه. دي حاجه. ما انا بقول جدلا يعني، خلي فرض، انا همشي مع سيادتك، هو فرض، انا قلت ان النشاط مستمر والوظيفه ثابته وهو هيمشيه وهيجيب واحد تاني شباب، تمام، ما يقدرش يلجا الى المحكمه العماليه هنا ويطالب بالتعويض؟ هو هذا العمل ليس يحتاج الى عضلات، يعني ما هوش محتاج الى عضلات، هو محتاج الى فكر وخبره، وكونه يمشي هذا الرجل اللي في منتصف العمر او الكهل او الشاب او الكهل، مشيه ويجيب شاب، معناه انه اضر بهذا الرجل وباسرته، ليس ضرر به فقط ولكن باسرته، ما يقدرش يلجا الى تعويض والى حد يحميه من هذا البطش بتاع سلطه صاحب العمل. ده اللي كنت بكمل فيه، ان لو كان محدد المده، العقد محدد المده بياخد شهر عن كل سنه اضاها في خدمه صاحب العمل، واذا كان عقد العمل غير محدد المده بيبقى له شهرين عن كل سنه اضاهم في خدمه صاحب العمل، وده تعويض قانوني القاضي هيحكم بيه، مش هيحكم باقل من كده. ده غير طبعا لو في له اي مستحقات ماليه من حقه طبعا ان هو ياخدها. في دي حاجه يعني. حاجه كمان، ان العامل برضو لازم يكون عارف وشايف وسامع ان مهاره العامل واتقانه لعمله هو اساس امانه الوظيفي. يعني قانون العمل ما بيحميش عمال ولا بيحمي اصحاب اعمال، هو عايز يحقق علاقه متوازنه، وفي الاول وفي الاخر ده عقد عمل وده سوق، يعني في الاول وفي الاخر ده سوق عمل. رجعنا للنقطه رقم 0 يعني، اللي ما بيحميش لا اقصد القانون ولا يعني القانون كتشريع ما بيحميش، الواقع بقى تطبيق القانون نفسه. تطبيق القانون والعامل يفهم ان القانون مش، لا احنا بنوصل رساله لعمالنا، بنوصل رساله لعمالنا، نمي مهاراتك، اتقن عملك، صاحب العمل هو اللي هيدور عليك. معالي المستشار، اتفضل. هناك شكاوي وتذمر من بعض العمال من عدم حصولهم على مستحقاتهم الوظيفيه او الفصل التعسفي، تقدموا بشكاوي لينا في لجنه القوى العامله، وتم استدعاء رئيس المنشاه او رئيس المصنع، واستدعناهم وحققنا في هذه الوقائع وجبنا لهم حقوقهم من الالف الى الياء. يعني احنا برضو ايه، في جهات رقابيه وفي جهات هتكون ليها متابعه لتنظيم هذا القانون. نعم. استاذن سعادتك في توضيح نقطه، فضل لمدى استجابه اللجنه القوى العامله لما ياتي من ملحوظات من مجلس الدوله. يعني على سبيل المثال، في بعض المواد مثلا في تعريف لهروب العامل الاجنبي، كل تغيب ارادي للعامل الاجنبي عن العمل لمده 15 يوما متصله دون مسوغ قانوني يجيز ذلك. مجلس الدوله حضرتك بعت لنا برضو في الملحوظات بتاعته، يقترح مجلس الدوله حذف هذا التعريف، وذلك لان المصطلح غريب على جميع قوانين التوظف في مصر، سواء التنظيميه منها او العقديه، وتأسيسا على أن التغيب الأجنبي سيتم معالجته في المادة 66 من هذا المشروع. دي ملحوظة نأخذها في الاعتبار حضرتك. ناجي الموضوع الإضراب مثلا، بعتونا برضو ملحوظات في صياغة المادة اللي هي عرضت على مجلس الدولة. عرف الإضراب في القانون اللي جانا، الإضراب عن العمل هو اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققا لمصالحهم المهنية، بعد تعذر التسوية الودية في حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانونا. مجلس الدولة له ملحوظة برضو على هذه الفقرة، الإضراب السلمي عن العمل. يرى قسم التشريع بمجلس الدولة أن التعريف يفتقر لخاصتي الجمع والمنع، فأما من ناحية كون التعريف هو جامع، ذلك لأنه لا يعتبر إضرابا التوقف عن العمل خارج مقر العمل، وهو فرض وارد، وأما من ناحية كونه غير مانع فإنه لا يعتبر هذا محكم لسلمية الإضراب. يعني أصدق أقول لحضرتك، اللجنة بتضع في اعتبارها كل ملحوظة تأتي من مجلس الدولة أو قسم التشريع تتوافق مع القانون ولا غبار عليها، وبنسلم بها تماما. نعم. طيب مضطر نرجع لجزئية فصل العامل تاني يا ست المستشار. ما هي دي جزئية مهمة أصلا. جزئية مستقبل، وهو ده القانون لو هو حلها
لو حلها انت مش محتاج بقيه نصوص القانون الحقيقي، لان هو كل القلق في القطاع الخاص بيعود على مساله فصل العامل دي. هو فصل العامل المواد الملفتة للنظر عندنا في اللجنه، فصل العامل حضرتك الاضراب، تشغيل النساء، تشغيل الاطفال، ولا حد عايز يضرب ولا حد عايز يعمل، هو تشغيل الاطفال، تشغيل النساء، تشغيل الاجانب، تشغيل الاطفال، ما حدش هيكبر برضه حد يشغل اطفال الا اذا كان والده. انا اميل الى الى تسميتها تاهيل الاطفال للعمل. طيب انما هي اهم ماده هي ماده الفصل. تمام. انت عندك خلينا يعني ارقى العمل في القطاع الخاص والعمل في الجامعات الخاصه، اللي بياخد واحد دكتور معيد وطلع له قرار من وزير التعليم العالي بالعمل استاذ او مدرس او معيد في الحته الفلانيه، ما يجي صاحب الجامعه الخاصه ويفصله كده بكل يعني بساطه، يعني انت ده هيعمل ايه؟ يعني اتفضل سيادتك. انا المره اللي فاتت قلت هتكلم باسهاب ما عرفش اتكلم. اتفضل. هقول لازم نفرق بين فصل العامل وبين انتهاء علاقه العمل وبين انهاء علاقه العمل. فصل العامل ده زي ما اتفقنا وقلنا دلوقتي من خلال المحكمه العماليه المختصه. انهاء علاقه العمل سواء باراده صاحب العمل او باراده العامل ده فيها فرعين. لو كان العقد محدد المده ما ينفعش ينتهي العقد قبل انتهاء مدته، عقد العمل لا ينتهي قبل انتهاء مدته. اذا كان عقد العمل غير محدد المده زي العقد اللي بيسموه في سوق العمل العقد المفتوح، فيجب على اي من الطرفين اختار الطرف الاخر قبل الانهاء بشهرين، اذا كان بثلاثه اشهر. فانهاء العلاقه. طب افرض هو اختار لي صاحب العمل وانا مش عايز امشي، يحصل ايه؟ لا في الحاله دي خلاص ما فيش حاجه اسمها مش عايز امشي، لان دي علاقه عمل. يعني احنا مش في علاقه مع سلطه في الدوله مثلا او في قانون خدمه مدنيه، ده عقد. والعقد مثلا اذا كان غير محدد المده قلنا يبقى قبل انتهاء. مش لازم يبقى في مبرر قوي انه صاحب العمل يمشيني؟ اكيد. نصنا صراحه والا احنا مش هنعمل الاستقرار. نصنا صراحه على ان صاحب العمل يجب ان يكون في انهائه له مبرر مشروع. ايوه تمام. المبرر المشروع دي حددها مثلا ظروف اقتصاديه بتمر بالمنشاه، ظروف توسعات، ظروف تضييق، ظروف معينه، فلازم يكون لصاحب العمل مبرر. وفي الحالة دي قلنا يا فندم ان احنا ان العامل برضو لن يضار، بمعنى انه هياخد التعويض اللي هو شهرين عن كل سنة، عن كل سنة خدمة. طيب سيادة النائب، مسألة حل المؤسسة او الجهة العمل الخاصة وحقوق العمال في حالة حل المؤسسة، تقول المديونية او مستحقات العامل الى ورثة صاحب المنشأة، في مادة بتنظم هذا حضرتك؟ في مادة تنظم هذا. تنظم هذا وتضمن حقوق العامل. وتضمن حقوق العامل، يعني أصل في بعض أصحاب المنشآت يقول لك أنا هعلن إفلاسي، أنا هنهي نشاطي. طب وإيه ذنب العامل؟ في بعض الشركات تم بيعها. العاملين في الشركات يتقدموا لنا بشكاوي وطلبات إحاطة، جبنا صاحب المنشأة حتى بعد ما اتباعت وأجبرناه على أنه يديهم المستحقات بتاعته. ده بعد إنساني، لأنه العامل ده مسؤول عن أسرة وفي عقد بينه وبين الشركة. في بعض الناس بيجبرهم على حاجات معينه انه يديله جزء معين من مكافاه نهايه الخدمه. طب هو احنا زي مثلا ما بيقول احنا ما بنخترعش العجله، احنا هل بصينا على تجارب الدول الاجنبيه في المسائل دي وبنطبق زيهم، ولا احنا ما نقدرش نبقى زي الدول الاجنبيه في عقود العمل في القطاع الخاص والشركات؟ هو برضه ما وصلناش لمرحله النضج الفكري عشان احنا ناخد يعني شيء مطبق قانونا في دول اجنبيه بيخص العماله والتوظيف عندنا. احنا اخذنا على عاتقنا هنعمل جلسات استماع. مش احنا دلوقتي عايشين في وسط العالم ونتكلم على التكلفه العالميه والسعر العالمي والربح العالمي، يعني برضو ايه؟ مش نمشي زيهم في القانون العالمي برضو؟ المستوى المالي، المستوى الثقافي، الفكر، التدريب، الامور المهنيه برضو عندنا برضو محتاجه الى تطوير شويه. اتفضل. احنا بنعاني من تطوير الفكر. احنا اخذنا على عاتقنا هنعمل جلسات استماع حضرتك لجميع شرائح الموظفين في القطاع الخاص وقطاع الاعمال ورؤساء الشركات والحركات النقابية والموظفين، بحيث حنكون تكامل في الرؤى. وسوف نأخذ يعني هذا القانون، لن يعني نسرع الانتهاء منه إلا بعد أن نصل لمرحلة النضج في تكوين المواد التي لا يمكن أن يكون فيها عوار دستوري أو عوار قانوني بعد كده. طيب تفضل سيادة المستشار، حضرتك مستشار قانون في وزارة القوى العاملة، هل بصيت على تجارب الدول الأخرى حتى الدول الاستثمارية إن شاء الله، حتى الدول العربية اللي هي دول الخليج اللي فيها عماله كثيره وافده من دول عديده؟ تمام. اللجنه التشريعيه اللي قامت على اعداد مشروع القانون
بالفعل درست كافة تجارب الدول سواء اللي لها ظروف اقتصادية مشابهة لظروفنا أو الدول المتقدمة، وبتحكم التجارب دي حاجة اسمها معايير العمل الدولية أو الاتفاقيات الدولية اللي بتصدى عليها الدول كلها. في معايير معينة كل الدول بتلتزم بها، منها مصر، وإحنا مصدقين على أكتر من 64 أو تقريبا تحديدا 64 اتفاقية في مجال العمل والعمال. يعني نقدر نقول بكل أريحية وبكل ثقة أن هذا القانون الجديد، قانون العمل الجديد، موافق للمعايير العالمية؟ تماما 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 موافق. والله العظيم انا مبسوط لحضرتك عشان انت بتدي اجابات واضحه وقاطعه، تقول لي تماما تماما، لان كافه الملاحظات اللي كانت موجوده من منظمه العمل او المنظمه العربيه او الدوليه على قانون العمل الحالي تم معالجتها وتم التشاور مع المنظمه وعرفنا ازاي الحل بيكون فين يعني، وهيبقوا راضيين عن القانون ده ان شاء الله ما دام هو موافق المعايير بتاعتنا. احنا يعني تواصلنا اثناء يعني الاعداد تواصلنا معاهم وعرفنا الدنيا فيها ايه، وفعلا بدراستنا للاتفاقيات اللي مصر صدقت عليها اصبح المشروع من وجهه نظرنا، علشان طبعا قولا واحدا دي ممكن حد يقول فضل. من وجهه نظرنا احنا شايفين ان هذا المشروع موافق تماما لكافه المعايير الدوليه. ده في كفايه لوحده ان يكون موافق للمعايير العالميه عشان يكون هذا القانون مرضي ويقبله الجميع او تطابق في الخطوط العريضه حتى. نعم، انا وقتنا انتهى للاسف، بشكركم شكرا جزيلا سياده النائب الاستاذ عبد الرازق الزنط امين سر لجنه القوى العامله بمجلس النواب، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. كما اشكر الاستاذ ايهاب عليان المستشار القانوني بوزاره القوى العامله، شكرا جزيلا لسيادتك. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقه قادمه من قضايا تشريعيه، لكم تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء.